Soldier. عايزة أتكلم عن جسدي. هو مسدوح في فوق السرير لغرفة نوم نبيل ولد عمتي. هو مو موجود، احنا في بيت ولا يعني في بيت عمة ابويا خال رابعة وجوزها وابن عمتنا برضو، عمتهم يعني عمة ابويا الثانية، ما كانوا يتجوزوا من بعض وحالتهم حالة. المهم انا كنت في بيت عمي امين وخال رابعة في الاسكندرية في سبورتينج في غرفة امين، في غرفة نبيل ابنهم الوسطاني حبيبي بولبول، حبيبي بولبول، ومسدوحة على السرير اللي هو يعني السرير الموجود في الغرفة، وفي أحد راسم له بورتري أظن بالفحم أو بالرصاص، المهم صورة بولبول وقت عصاري والجو كده نسمة. وعم أمين حبيب قلبي هو صاحب جدي إبراهيم اللي هو أبو أمي، أيوة تربوا سوا يعني إبراهيم وأمين دولة تربوا سوا. القصة فأنا نايمة كده وفي بأمان الله، ووقتها كان طاعاتي الأدوية وكده 92 93 حاجة كده في النسيان، يعني في فترة كده في حياتي كنت بأخذ فيها أدوية أنا تقريبا مش فكراها. أنا بأتكلم دحين الحتة اللي افتكرتها، حاط جاني صوت كده موسيقى مرة حلوة كده وهادية، عارف؟ وانا اعرف عمي امين زي السي دي يعني زي جد ابراهيم يحب عبد الوهاب، فقلت بس هذه الاغنيه انا ما نسمعها قبل كذا، عارف اللي هو. وبعدين فعلا بدا اسمع صوت عبد الوهاب، فاهم؟ فقمت كذا وطلعت برا، هو كان قاعد حبيبي في الصاله وقدامه الشاهي وكذا، صاحب مزاج اقول لكم جيل ابن لزينة اللهم صل على النبي، كانوا واخدين الدنيا حلوة كده ومزهزهة وفيها يعني طقوس وفيها جماليات يعني، عارف؟ المهم فهو حاطط الاغنية حقت بنغلي بصوت محمد عبد الوهاب اللي هي الحانه يعني. فبقول له يا شيخ شادي انا ما اعرف الاغنيه، فتعرف يشاور لي كده. المهم جيت وجلست جنبه وقعدنا نسمع في الاغنيه. وتعدي الايام وبرضو انا في بيته بيت عمي امين وخاله رابعه بس هنا في جده، وما ادري ليه برضو انا عندهم في البيت، والراجل حاطت الاغنيه. وكانت وقتها تعرف في التسعينات بدايتها كانت طالع الاغنيه من غير لي هاني شاكر، اللي انا حقيقه يعني ما سمعتها بالمطلق خالص. فحاطت الاغنيه دي، بس هذه المره فتح لي قلبه وقاعد يهرج معايا في حواديت، وجينا الدنيا ليه، وقاعد يعني عارف قاعد يحكيني تأثير أو انطباع الأغنية واللحن بالكلمات يعني، ها بالخيالات اللي في دماغه بالحياة اللي عاشها العصامي، رجل عصامي بحت يعني. ايه وصاحب مزاج وكان بيحب مراته موت، عارف؟ أنا كنت ساعات أشوفهم هم قاعدين كده، فاهم؟
وهي ست جميلة حبيبتي الله يرحمهم جميعنا. وكنت كذا أحس إنه يا لهوي الحلاوة دي، الرجل بيموت فيها، عارف تحس كذا يعني في غي يا أرنو أنا عايزة منها يا زحنبل، عارف. المهم الرجل ده حبيبي عمي أمين، يس أنا كنت عايزة أتكلم عنده حتة دي من الجسد، الحتة دي من الجسد، الحتة دي من الجسد لها ذكريات جميلة بحبها.